انا اشوف تنظيميا من خلال مسيره الفريقين الاكثر تنظيم والاكثر قوه، واعتقد رقميه انه المنتخب الكرواتي اكثر من المنتخب اكثر اتزان، اكثر اتزان حتى خلال مسيرته، ولم يخسر، لم يخسر كل الامور. نعم. تنظيم دفاع على مستوى عالي جدا. المنتخب الارجنتيني متعاطفين معه اكيد، من الناس انا متعاطف مع ميسي فقط حقيقه. نعم. حتى اكون نعم. واضح، اتمنى انه الموهبه مثل ميسي ما اشوف مثل ما شاهدنا رونالدو خروجه. اتمنى انه يتوج بنهايه مطاف مسيره طويله بكاس العالم. وانا اتفق معك بهذا الاتجاه، واخشى من كرواتيا مودريتش.